بسم الله الرحمن الرحيم. ظن وأخواتها عندها مفعول أم مفعولين؟ مفعولين منصوبين. خلاص، المفعول الأول كان في الأصل مبتدأ، المفعول الثاني كان في الأصل خبر. مثال، أذكر لكم مثالا، انظر إلى السبورة. ظن الطالب، ظن الطالب الاختبار صعبا. الطالب ظن أن الاختبار ماذا؟ صعبا. جيد. ما هذا؟ لماذا تفعل كذا في حصتي؟ لا تفعله مرة ثانية. ظن الطالب الاختبار صعبا. جيد. أين الفعل الماضي؟ ظن. ما إعراب الطالب؟ ما إعراب الطالب؟ فاعل. أكمل. انتظر. طيب، جيد. إذا ظن فعل ماض مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الاختبار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. ما إعراب سهلا يا أنيق؟ ها، مفعول به ثاني. أنا أقول لكم أن ظن وأخواتها كم مفعولا تنصبه؟ مفعولين. إذن سهلا مفعول به ثاني. خلاص، مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. جميل يا رجال، ممتازون. طيب، أين المفعول الأول؟ أليخ. أين المفعول الثاني؟ صعب. طيب، انظروا إلى هذه الجملة، انظروا إلى هذه الجملة. ما إعراب هذه الجملة؟ ما إعراب هذه الجملة؟ الاختبار صعب. هذه جملة اسمية فعلية؟ اسمية. تتكون من مبتدأ و خلاص. جيد. إذن أصل المفعولين مبتدأ و فهمنا؟ لأنك ستدرس غدا أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. اليوم أصلهما المبتدأ وال، غدا ستدرس درسا جديدا ليس أصلهما المبتدأ والخبر. مثال، أعطيت الطالب قلما. أين المفعول الأول؟ الطالب. أين الثاني؟ قلم. هل يجوز أن أقول الطالب قلم؟ لا. هل الطالب قلم؟ لا. جيد، هذا ستدرسه غدا ليس اليوم. جيد. الشيء الثاني يا رجال، الشيء الثاني يا رجال،
هذه الأفعال، هذه الأفعال على ثلاثة أنواع. كم نوعا لهذه الأفعال؟ ثلاثة. لا لا لا، ظن وأخواتها ثلاثة أنواع في المعنى، في المعنى. طيب، ظن، ظن و نعم، أفعال الظن. أول شيء أفعال الظن، الثاني اليقين. نعم، هذه الأفعال يا رجال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، على كم نوع يا رجال في المعنى؟ ثلاثة. الشيء الأول أفعال الظن، وهي ظن، وحسب معناها أيضا ظن وشك، وخال طيب معنى نفس الشيء، خلتك مجتهدا معناها ظننتك مجتهدا، أنا أظن أنك مجتهد. فهمنا يا رجال؟ أفعال اليقين تدل على اليقين ضد الشك، خلاص علمت الحق منتصرا. هذا علم أم شك؟ لا لا، علمت الحق منتصر، علم، هذا يقين، هذا اسمه أفعال اليقين، أفعال اليقين. طيب، إذن أفعال اليقين علم، أفعال اليقين من أفعال اليقين علم، ورأى ووجد وألف، علم ورأى وجد ألف. طيب يا شباب، انظروا إلى المعلم. النوع الثالث هو أفعال التصير. تصير معناها تحويل، تحويل، تصير معناها تحويل. انظر، تعرفون الدقيق؟ نعم، الدقيق. مما نصنع الخبز؟ من الدقيق. طيب، حولت الدقيق خبزا معناها التحويل، معناها التصيير، معناها التغيير. طيب، مثل اي؟ نعم، ينتقل. احسنت، نعم احسنت. ها، حول البائع الماء ثلجا، الماء الان اصبح ثلجا. فهمنا يا شباب؟ اذن افعال التصيير وهي صير ورد وجعل واتخذ وحول، افعال التصيير. ما هي يا رجال؟ انظروا الى كتابكم واقرأوا، انظروا الى كتابكم واقرأوا. ها، حول، صير، رد، الأخيرة ها، اتخذ، اتخذ. نعم، انظر، انظروا يا شباب، العدو صديق، الآن العدو صديق لي، العدو صديق، الآن العدو صديق لي. طيب، حولت العدو صديقا. فهمنا؟ إذن هنا يا رجال أفعال التصيير أو التحويل أو التغيير صداع، صح؟ خمس دقائق ونفتح مرة أخرى، خمس دقائق وسنفتح الاثنين، خمس دقائق وسنفتح الاثنين. طيب، نرجع إلى الدرس. طيب، تفضل، من 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 مجتهد؟ هنا طالب غائب. لماذا؟ لا لا، ليس أنيق، أعرف أنيق الذي جلس هنا. أستاذ مدرستي. لا، عنده اختبار. لا لا، عنده اليوم يكون جائزات للناس حصلوا درجات زينة جيدة في المدرسة. أحسنت، إن شاء الله المرة القادمة تكون أنت الغائب. لا لا، إن شاء الله. نعم، جيد، تفضل اقرأ القاعدة. القاعدة ها، الأفعال التي تدخل على الجملة الاسمية. نعم، نعم، هي ثلاثة أقسام. نعم، الأفعال الظني وتفيد الشك. نعم، و
ظن حسب زعم خال أفعال اليقين وتفيد اليقين أو الرجحان رأى وجد ألف علم أفعال التصير وتفيد التصير أو التحويل وهي صير ورد وجعل واتخذ وحول. طيب في الأمثلة أول تدريب يريد منك شيء، انظر، يريد منك أين الفعل الذي هو ظن وأخواته، خلاص؟ هل يريد الفاعل؟ لا، يريد المفعول الأول ويريد المفعول الثاني، فهمنا؟ يريد المفعول الأول ويريد المفعول الثاني. طيب أول مثال تفضل اقرأ وأجب. طيب نظن، صح؟ أين المفعول الأول؟ الفعل في المثال الأول كما قال أخيكم، قال أخوكم نظن، أين المفعول الأول؟ أحسنت، والله رائع يا بني. هذه الكاف التي تدل على أنتم، نظن أنتم، صح؟ ها كم، أين المفعول الثاني؟ ممتاز، ممتاز ورائع. المفعول الثاني هو كاذبين، جيد. المثال نعم نظن، ثم كم المفعول الأول، ثم كاذبين هي المفعول الثاني. طيب تفضل المثال الثاني، كل طالب مثال تفضل. نعم الفعل تحسب، الفعل تحسب. طيب لا شرا هنا الثاني، أين المفعول الأول؟ أحسنت، أحسنت يا ولد، رائع يا ولد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا أنيق، أحسنت يا أنيق. ضمير متصل وهو الهاء، هذه الهاء لا تحسبوه شر. طيب ثلاثة، رقم ثلاثة، سنرى الآن من عليه الدور، تفضل. وما أظن الساعة قائمة، سهلة جدا هذه، موجود أمامك الثلاثة إجابات. أظن ها الساعة، نعم الساعة الثاني قائمة. طيب الذي بعده، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. إذن جعل، جعل طيب الملائكة المفعول الأول، أين المفعول الثاني؟ حرام عليك، إناثا. الرحمن ما إعرابها يا رجال؟ عباد الرحمن، قلم الأستاذ، كتاب الطالب، نظارة المعلم، ما إعراب كل الكلمة الأخيرة في هذه الجمل؟ مضاف إليه، ما إعرابها؟ مضاف إليه. طيب الطالب الذي بعده اقرأ يا بني واجب. كن في نصف الجملة الأول، وتحسبونه هينا، أين الفعل؟ تحسب، صح؟ تحسب، جيد. أين المفعول الأول؟ ها لا، ليس لفظ الجلالة. الثاني هينا، الأول